صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السياسة اليوم السبت 18 تشرين الثاني 2023. يشرفني رحب بضيفي بالاستوديو مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب التقدمي الاشتراكي دكتور بهاء بكروم. صباح الخير دكتور. صباح النور. يا هلا. صباح النور. يعني في محاور هذه الحلقة بطبيعة الحال يعني نحاول قراءة أبعاد الحرب الإسرائيلية على غزة 43 يوم، والأسئلة تطرح عن المخارج السياسية بموازاة تزايد وتيرة العدوانية الإسرائيلية على القطاع والتطورات يعني في هذا الأسبوع الأخير، تحديدا اقتحام مستشفى الشفاء ومحاولة يعني السيطرة على شمال القطاع، والحديث اليوم عن السيطرة على الجنوب بموازاة الانقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، ويعني ماذا عن الموقف الأمريكي أيضا، ولابد من التوقف ربطا يعني مع هذه الحرب عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. وسنسأل يعني حضرتك عن السيناريوهات المحتملة في هذا الخصوص، ويعني أيضا في لبنان داخليا هناك سلسلة من الاستحقاقات. السؤال ربما الأكبر، هل الفرصة اليوم مؤاتية في ظل هذا الانشغال الدولي وفي ظل هذه المرحلة الحساسة أن يذهب لبنان إلى التوافق وإلى إنجاز هذه الاستحقاقات؟ أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا فيك. أهلا. أهلا وسهلا. يعني مثل ما قلت بالمقدمة 43 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة، رفع وتيرة العدوانية، اقتحام وحصار المستشفى بما فيها من مرضى ونازحين، هناك حديث اليوم بين 7000 و 10000 فلسطيني في مجمع الشفاء. هل برأيك اليوم العدو الإسرائيلي جيش الاحتلال يلجأ إلى رفع وتيرة هذه العدوانية من أجل يعني الحصول على مخارج سياسية؟ برأيه هذه يعني رفع هذه الوتيرة تفضي إلى مخارج سياسية؟ بظل هذه الحملة اللي حقيقة عندها شوية تمايز أو اختلافات عن الحملات اللي قام بها العدو الإسرائيلي، الحملات السابقة، هذه حرب ربما بدأت بتوقيت لا يريده الإسرائيلي أو أفوجئ فيه، إضافة إلى أن بدأت في ظل كلفة كبيرة دفعتها إسرائيل قبل ما تبلش الحملة العسكرية بوجه غزة، عملية 7 أكتوبر. وبالتالي هذا الشيء فرض نفسه يعني بشكل من الأشكال، عبر عن تخبط كبير بالقيادة الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية حتى والأمنية. وبالتالي هذا عكس نفسه على كل مسار الحرب، لذلك نحن اليوم عم نشوف في تخبط بالأهداف، في تخبط بالأداء، في تخبط نتيجة أنه ليس هناك نتائج سريعة لهذه الحملة. هذا جيش إسرائيل اللي عادة بعقيدته هي عملية الحرب الخاطفة اللي يعني بيستعجل فيها على حصد النتائج بظل عدم دفع كلفة كبيرة وفي ظل وقت قليل. وبالتالي هذه الوحول في غزة التي غرق فيها الإسرائيلي اليوم عم بتخليه يلجأ نحو أسلوب عدواني أكبر، بيعوض من خلاله على يعني هذا، ما بدي أقول فشل، بدي أقول تعثر بالأداء على المستوى العسكري والأمني. إيه إسرائيل يعني وضعت المستشفيات كهدف أساسي لإلها، بغض النظر عن الحجج والذرائع اللي اختلقتها بأنه موجود فيها عناصر من حماس. تقديري أنه الحملة هذه كانت ستكون حتى لو لم يكن هناك عملية اسمها طوفان الأقصى، لأنه في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي أو اليمين الديني في إسرائيل اللي استلمت الحكومة من ديسمبر 2022، كان هناك يعني توجه باتجاه حسم الصراع مع الفلسطينيين، بمعنى أنه هذه كانت فرصة لليمين الديني لكي أولا يمسك بمفاصل الدولة الإسرائيلية عبر طبعا تطويع القضاء وغيره من الأمور اللي شفناها ويهودية الدولة وغيرها، على مستوى آخر حسم الصراع مع الفلسطينيين، إعادة تهجيره من الضفة ومن غزة، حسم مسألة المسجد الأقصى. وهون الخطورة، وهذا اللي استدعى هذه العملية، أنه إعادة
أو يعني إعادة إعطاء البعد الديني للصراع عبر يعني الاستيلاء على المسجد الأقصى وإقامة شعائر يهودية بطرق ويعني أساليب مختلفة، عبرت عن أنه رايحين على استيلاء تام، تغيير هوية المسجد الأقصى. فهذا أيضا أخذنا على بعد ديني للموضوع. كل هذه الأمور كانت الدولة الإسرائيلية ستقوم بها بغض النظر عن الذرائع. ربما أتت عملية طوفان الأقصى بشكل استباقي، ربما فاجأتهم، ولكن هن استغلوها وهلأ رايحين باتجاه تهجير واضحة معالمه. ما حدا بيعمل هيك حملة كبيرة إذا استهدف حماس فقط، وهو اليوم يستهدف كل الشعب الفلسطيني تهجيره إلى الخارج. من هون عم تيجي موضوع ضرب المستشفيات، اللي أيضا يعني إفراغ القطاع من المستشفيات ومن كل مقومات الحياة. ضربوا الجامعة، ضربوا الجوامع والمساجد، ضربوا المستشفيات، ضربوا المدارس، مدارس الأونروا، صحيح. ضربوا كل مقومات الحياة في غزة. وهذا الشيء بيجعل تلقائيا عند الناس أن عندما تغيب كل هالمقومات ما بيعود في معنى للحياة. المينا انضرب، كل شيء انضرب. وبالتالي هذا الهدف الأساسي واللي يقف بخلفية المشروع الإسرائيلي. نحن اليوم عم نشهد واحدة من الموجات أو من الحملات الإسرائيلية لتطبيق المشروع الصهيوني الحقيقي أو الغميق إذا صح التعبير، وهذا عم بيعبر عن نفسه بكل هالأمور. هلأ رايحين صوب الأبرياء وصوب الأطفال وصوب النساء والعجز، ورايحين صوب حملات تهجير منظمة. أنا برأيي هذا التهجير اللي عم بيحصل هو تهجير منظم، ولا يعني مش بس يتوقف على إسرائيل. أنا أعتقد أن هناك كثير من الدول التي تضغط على مصر نعم لكي تفتح معبر رفح للنازحين لكي يلجأوا إلى سيناء لإخراجهم من غزة، لكن الموقف المصري لحد هلأ ما عم بيروح بهذا الاتجاه. نعم. طيب دكتور، من خلال حديثك تحدثت عن المشروع الكبير، وتحدثت أنه لو لم تقم حماس أو المقاومة الفلسطينية بعملية 27 كانت إسرائيل تعد العدة يعني للقضاء على قطاع غزة بما يمثل، ولاحقا الضفة الغربية. طيب يعني برأيك اليوم الحرب على غزة وإعلان هدف القضاء على حماس هو أحد مسارات تنفيذ هذا المشروع الكبير، ولكن يعني اليوم ما نراه بعد 43 يوم، هل برأيك الميدان شكل خيبة للمجتمع الكيان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ومن ثم لداعمي هذا الكيان تحديدا لواشنطن؟ يعني صرنا بمأزق برأيك؟ أصبحوا بمأزق؟ واضح يعني واضح أنه أنا قلت أنه ما أخذ نتائج سريعة للحملة، يعني بظل هذه المقدرات اللي يعني صارت موجودة عنده. يعني استدعى الاحتياط بحجم كبير، أتت حاملات طائرات، انفتح يعني جسر جوي كتير كبير. كان مفترض أنه الأهداف يعني تتم تحقيقها بشكل أسرع، لكن واضح أنه مقاومة الشعب الفلسطيني لا زالت قوية. واضح أنه غزة ستكون بالنسبة للجيش الإسرائيلي كمان يعني بمثابة وحول بيغرق فيها. هلأ كيف بيعوض هو عن هذا التأخر؟ عم بيروح باتجاه قصف المدنيين أكثر وإيقاع يعني خسائر لحتى يعوض معنويا عن الشيء اللي أصابه ب7 أكتوبر. بالتأكيد هذا يعني هذا المسار في يعني عم بيترافق مع تخبط داخلي إسرائيلي. يعني في مشكلة داخلية بإسرائيل بين التوجهات السياسية والتوجهات العسكرية، وفي عدم ثقة بالجيش نتيجة طبعا الخيبة اللي أصيب فيها ب7 أكتوبر، لأنه يعني كان في قواعد أساسية عسكرية. نعم. وأسماء كبيرة يعني كتيبة غزة وهذه يعني كانت من أشد نعم. من أشد الفرق العسكرية الإسرائيلية. فهيدي الخيبة اللي أصابتهم جعلتهم يتخبطوا بهالموضوع. هلأ يعني طب إذا بدنا نحكي اليوم نعم عفوا تفضل إيه لا واضح أنه المسار هيدا التداخل بين يعني المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني دفع نتنياهو للاستنجاد ببني جانس اللي جابه حطه حده بحكومة الطوارئ من أجل إعطاء شوية ثقة بالمؤسسة العسكرية، لكن لا المؤسسة العسكرية نجحت يعني حيازة على ثقة الجمهور، ولا نتنياهو شخصيا كرئيس حكومة
عنده ثقة من الجمهور نتيجة تراجعه بكل استطلاعات الرأي اللي عم تحصل، إضافة إلى ذلك عنده مأزق داخلي بحزب الليكود لأنه شايف الليكود أنه بقاؤه أيضا صار مهدد نتيجة الأخطاء اللي ارتكبها نتنياهو. شوفي نتنياهو المشكلة بحكومته عندما أتى على يعني سلسلة الحكومات اللي تشكلت مؤخرة من 2009 لليوم اعتمد على يعني تعزيز الانقسام بالساحة الفلسطينية، تعزيز وضعية غزة، اعطاء غزة يعني فصل غزة عن الضفة الغربية بيصير بيتعاطى معها هو بطريقة كشيء مستقل عن الضفة، وهذا التعزيز طبعا أفقد الروابط بين غزة والضفة وبالتالي أصبح مواجهة حالة محددة. هذه الحالة تعايشت معه واستدرجته إلى هذه النقطة التحول هذه، وأكل شو بيقولوا الضرب اللي هو كان عم بيعده للفلسطينيين، حصد نتائج طبعا خططه الفاشلة بأنه تعزيز الانقسام الفلسطيني. واضح أن الفلسطينيين اليوم بالرغم من كل شيء موحدين حول مواجهة العدو الإسرائيلي بغزة وبالضفة، وواضح أنه هذا المشهد إضافة إلى المشهد اللي عم بيقدموه بالمطالبة بوحدة الحل السياسي طبعا بمرحلة لاحقة. نعم. كمان هالمسائل واضحة. الأمر اليوم أنه نحن اليوم بكل النقاشات اللي عم تحصل التوجه العام بأنه أولا يكون هناك وقف لإطلاق النار، ثانيا إدخال المساعدات الإنسانية لتعزيز ما تبقى من صمود أهل غزة خاصة بشمال. نعم. إضافة إلى الضغط الدولي اللي مفترض أنه يفعل فعله عند الإسرائيليين اليوم، لأنه الجو الدولي انقلب بين أول يوم بين 7 أكتوبر وبعد يومين ثلاثة قلب المشهد الدولي نتيجة الأخطاء اللي ارتكبتها إسرائيل والمجازر اللي ارتكبتها بحق الأطفال، وبالتالي كل هالأمور هاي بيجعلنا نروح باتجاه مطالبة بوقف إطلاق النار، تنفيذ مقررات القمة العربية الإسلامية وكل هالإجراءات اللي بتخلي أنه إسرائيل تفشل في تحقيق خطوتها الأولى اللي هي غزة. وأنا تقديري أنه غزة هي مقدمة لمشروع أكبر من هيك، عبر عنه نتنياهو بموضوع الشرق الأوسط سميه جديد بس ولكن شرق أوسط تاني يعني عم يفكر فيه هو، اللي هو طبعا عنوانه التطبيع مع الأنظمة العربية وكل هالأمور هذه اللي عم بيجرب يعملها. فتأثير هذا الموضوع هو يعني محطة في سياق معركة غزة، وربما طوفان الأقصى أعطتها المبرر، لكن هي فعل إسرائيلي وهي عدوان إسرائيلي كبير يأتي في سياق عام بيحكم العقل الإسرائيلي في هذه المرحلة. طيب اللي حضرتك يعني عم تتفضل فيه أنه يعني 27 أعطت المبرر للإسرائيلي بالبدء بتنفيذ المشروع الذي يعني لطالما هو مقرر لدى حكومة العدو دكتور. طيب البعض يعني يقوم بمقاربة بين ما حصل من عدوان على لبنان ب 2006 واليوم ما يحصل في غزة ب 2023، بمعنى يعني الحرب التي كانت مقررة إسرائيليا سابقا وهذا ما أظهرته يعني تحقيقات في نوغراد، وأيضا لجهة الرفض الأمريكي لوقف إطلاق النار تحديدا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني بعد إعطاء حكومة أولمرت أنذاك الضوء الأخضر للقضاء تحديدا يعني على حزب الله. طب اليوم برأيك بعد 7 أسابيع من الحرب على غزة هل لا يزال الأمريكيون يعني يفتحون الوقت لنتنياهو الذي يطلب من الأمريكيين المزيد من الوقت، وقديه بعد بيقدروا يتحملوا الأمريكيين خصوصا اليوم أن هناك لاعبين إقليميين يعني يختلف شوي عن المعطى اللي كان بحرب 2006 على لبنان؟ برأيك الأمريكيين اليوم بعدهم رح يفتحوا الوقت لنتنياهو؟ كان تقديري أنه الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر إضافة إلى أنها أمدت إسرائيل بكل مقومات الحرب هذه، أعطتها أسلحة وأعطت لها ذخائر قوية، وهي لذلك تتحمل مسؤولية جزء كبير من المشهد المأساوي اللي عم نشوفه بغزة. هلأ طبعا عندها مدارات، لكن بعتقد على مستوى الهدف اللي نحط أنه قضاء على حماس أو مثلا تحجيم حماس أو غيره ضرب حماس، الولايات المتحدة ماشي مع إسرائيل بهالموضوع. الاختلاف هو على مرحلة ما بعد يعني هذه الحرب الشكل اللي بدها تقوم فيه
غزة بعد هذه الجولة، بعد النتائج العسكرية اللي من المفترض حسب وجهة نظر الأمريكية أن يعني إسرائيل تحققها. تقدير الولايات المتحدة اليوم عم بتعيش بمرحلة هي تتحمل الحرج اللي عم يعني تتسبب به إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة، وبذات الوقت الولايات المتحدة حريصة على ما أعتقد على العلاقات مع العالم العالمين العربي والإسلامي، نتيجة طبعا يعني تنافسها مع الصين، نتيجة موضوع الشرق والصراع بين الغرب والشرق وكل هالمنظومة هاي اللي حقيقة بهذه المرحلة السابقة شفنا قوى بالمقلب الشرقي من الكون عم تنمى بشكل كتير كبير اقتصاديا وتكنولوجيا وعلى مستوى علاقات. يعني شفنا المملكة العربية السعودية عملت قوة كبيرة، إيران كان عندها وضعية، الصين، الهند، عم نشوف قوى بالشرق صارت عم تعمل توازن، صار الغرب بحاجة إلها، لأن إذا ما راح تصاب الولايات المتحدة والغرب عم تروح صاب الصين، عم تروح صاب روسيا. فبعتقد أنا أنه الولايات المتحدة بهذا الشيء عم بتعوض نتيجة أنه عم بتيجي تقول لا أنا مع حل سياسي بعد هذه الحرب، ومع حل الدولتين، ومع أنه غزة لا تتعرض إلى احتلال إسرائيلي مستدام. أنا تقديري أنه كمان الولايات المتحدة بتحمل مسؤولية كتير كبيرة عن اللي حصل، لأنه كانت دائما الإدارات الأمريكية عندما تجي إدارة جديدة يعني من أول شيء بتعمله كانت تعين مبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط. صحيح. دائما كانت تعمل يعني اعتدنا على هذا من أيام كارتر لليوم. فأوباما شوي جرب يعمل شيء لكن توقفت عملية المفاوضات سنة 2013 أو 2014، ومن بعدها ما شهدنا إلا أيام دونالد ترامب اللي جاب هيدي صفقة القرن هيك مثل ما هي، مشغولة بطريقة مركبة يعني سهره، فإجت ونحطت أمام هذا العالم العربي والإسلامي. هدفها الكبير هي أنه تطبيع الدول العربية مع إسرائيل، ويعني إلهاء الفلسطينيين بشغلات صغيرة منا بتشكل دولة بالنسبة لإلهم، وفرض السلام الاقتصادي على الفلسطينيين أنه أنتم عندكم بتنأملكم شوية مصالح اقتصادية، الحدود وإلى آخره هذه كلها حسب خرائط هن عملوها ما بتشكل يمكن 3-4% من المكان مطروح، وبالتالي هذا المشروع. طبعا صفقة القرن راحت مع ترامب، وإجا بايدن الإدارة الجديدة ما أطلقت عملية حوار أو مفاوضات، ما وضعت مسار للمفاوضات. وبتعرف عندما ينوضع مسار للمفاوضات يعني بيكون في مصر منخرطة، الأردن منخرطين، كل هالدول المعنية بتكون منخرطين بالموضوع، وبيكون في آلية عم تمشي. هلأ إذا توصلت لنتائج أو ما توصلت هذا شيء بيصير بعدين، بس ولكن بيكون في تنفيذ للاحتقان بالشارع الفلسطيني، بيكون الموضوع يعني كله مسار يعني مفتوح، وبالتالي هذا الشيء ما حصل. فالولايات المتحدة تتحمل جزء كبير مما حصل اليوم، إضافة إلى أنها افتقدت إلى ثقة الفلسطينيين بها كراعي لعملية المفاوضات. يعني ما كان هي أغلقت أيام صفقة القرن، أغلقت مكاتب منظمة التحرير بالولايات المتحدة، أوقفت التمويل للأونروا، حتى وقت إجا رجع بايدن فتحها بس بشكل خجول يعني جدا. صحيح. فما كان في هالوضع. الاتحاد الأوروبي كمان يعني في فترة كان حاضن للموضوع الفلسطيني، لاحقا صار يتأثر بالسياسات الأمريكية طبعا، وروسيا والصين ليسوا يعني ما قدروا كمان يعملوا يطلقوا مسار تفاوضي. إسرائيل بتحط يعني كل يعني رهاناتها على الغرب، على الولايات المتحدة، فهذا الشيء طبعا أفقد عملية المفاوضات بعدها بالمنطقة. رحنا على الخيارات الثانية اللي هي إحدى الخيارات اللي حصل ما حصل، الخيار الأمني والعسكري اللي إسرائيل عم تفرضه على العالم. وإضافة إلى ذلك بالتوازي مع ذلك هذا المسار التطرفي اللي شهده المجتمع الإسرائيلي، هذا مسار غير مسبوق بحياة دولة إسرائيل. هذا التطور حصل مع تمكن اليمين الديني من الاستيلاء على السلطة، واستولوا عليه بالاحتيال، لأنه هن استولوا عليه عبر التحالف أو ائتلاف حكومي مع نتنياهو. نعم. حتى نتنياهو كان عم يفتش على التهرب من الملاحقات القضائية، وما طلع معه إلا هودي الجماعة اللي هن سموتريتش وبنجيفير، وهول الناس اللي هن عصابات، هذه اللي كنا نحكي عنهم قطعان المستوطنين. صحيح. هن صاروا بالحكومة اليوم. نعم.
هن حولوا دولة إسرائيل لعصابة، يعني بطل في مقومات دولة بإسرائيل، وإجوا تيستولوا على القضاء. يعني كان بدهم يعملوا القضاء مثل عنا هون، يعني مش بالسياسة. فبتصير يعني بتصير ما عندهم مرجعية تعبر عن شوية ديمقراطية بالمجتمع، وهذا شيء حرك كل الأفكار المعادية للتطرف بالشارع الإسرائيلي اليوم. خلينا نلاحظ مسألتين. أول مسألة أنه اليهود هن أول من قاموا بتظاهرات بالولايات المتحدة بسبب الأحداث في غزة. نعم. شعر ربما يعني في جزء من اليهود شعر بإهانة، أنه هن ما بدهم يعني إسرائيل ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين والأطفال، وهن كيهود عم بيحملوا هذا الموضوع على يعني يتحملوا مسؤوليته. إضافة لذلك كان في مشاركة كتير كبيرة من الجالية اليهودية بلندن ببريطانيا كمان بالمظاهرات، وهذا الشيء بيعبر عن أنه لا، الشارع اليهودي منه ملتف حول دولة إسرائيل، إسرائيل كدولة، إضافة إلى الصراعات الداخلية بين الأطراف اللي حاصلة اليوم بإسرائيل. فأنت اليوم أمام نظام هش أو حكومة هشة أو رئيس حكومة كمان وضعيته كتير هشة، عم بيعمل حرب كتير كبيرة، وحرب يعني قمة في العدوانية، قمة في الشراسة، وإضافة إلى ذلك أن حرب بدي أقول يمكن عبثية، لأنه ما إلها مخارج سياسية محددة. هي تهدف طبعا إلى ضرب حماس، لكن كيف بده يحكم 2.5 مليون فلسطيني بقطاع غزة مش عم بيقول، وهو أساسا عم بيقول ما بيقدر يحمله. فبالتالي هذه كتير أسئلة عندها عم تخلق نقاش بالشارع الإسرائيلي، إضافة إلى موضوع الرهائن أو الأسرى اللي هني عند حماس، وتشبث إسرائيل بالإبقاء على كل الأسرى. في 6,000 أسير فلسطيني بيناتهم أطفال ونساء بالسجون الإسرائيلية، زائد أكثر من 2,000 هلأ خلال هلا الشهر من الضفة. صحيح. دكتور زادوا كتير هلأ. نعم. فمش عم بيقبل الإسرائيلي اليوم أنه يعمل يعني تبادل، بده يضل ممسك بهيدي يعني هالحجم من الأسرى، وبده يكسر حماس على موضوع أنه يخليها تطلق الأسرى دون مقابل. نعم. تقدير الأمور مسدودة بهال، مش حينطلق أسرى من قبل حركة حماس إلا، والأسرى مش بس عند حماس، عند كتير فصائل بالساحة الفلسطينية، إلا طبعا في إطار حتى عند مدنيين في بالضبط هيك، فحتى يعني بإطار إلا بإطار يعني تفاوض ما حول هالموضوع. طيب دكتور، يعني حول يعني الأفاق السياسية والمساعي اليوم دبلوماسية ربما يعني من أجل تكريس هدنة أو إطلاق الرهائن وتبادل الأسرى، منفصل فيهم شوي أكتر إذا سمحت لي، ولكن يعني بس يعني أريد أيضا أن يعني ضل أتوقف عند مسألة الأمريكان واشنطن اليوم، يعني تتحدث أنه رغم كل التباين أصلا بين الديمقراطيين تحديدا إدارة بايدن، يعني شفناها خلال 3 سنين اللي مرقوا ما كان في ولا مبادرة تجاه تحديدا بنيامين نتنياهو، معروف يعني هذا العداء بين الرجلين، هذا الدعم اللامطلق. طيب اليوم واشنطن هناك 56 استهداف لمراكز أمريكية في سوريا والعراق. طب اليوم الأمريكيين قد بيقدروا يتحملوا يعني رفع وتيرة هذه الاستهدافات وتصير استهدافات نوعية توجع الأمريكيين، خصوصا بالتهديد أنصار الله اليوم اللي عم نشوف عم تنرفع وتيرته، وبالوقت نفسه يعني قديش كمان إدارة بايدن يمكن أن تتحمل بالداخل الأمريكي مسؤولية هذه الحرب إذا ما طال أمدا؟ لا شك أنه الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، حتى يمكن إدارة ترامب عم تلعب على هذا الوتر. صحيح. بالنسبة للموقف من غزة، لأنه الموقف من حرب غزة أصبح عنوان كتير كبير بالداخل الأمريكي. نعم. ويبدو أنه يعني هناك تحولات بالرأي العام، خاصة بعض الولايات اللي بيستفيد منها بايدن أو غيره. هلأ السؤال أنه إذا مش بايدن مين؟ يعني هذا السؤال، يعني مش ترامب يمكن يكون أضرب كمان مش بايدن. صحيح. نحن يمكن ما يكون إلا مصلحة بأنه مين بيجي محل بايدن، بس إلا مصلحة بأنه تصبح قضايانا قضايا مقررة بالشارع الأمريكي. ترامب كلنا بنتذكر أول دخوله شمعة طوله، دغري أعلن القدس عاصمة. صحيح. لإسرائيل، ونصف الحل الدولتين، ولا قدس شرقية ولا قدس غربية. صحيح. نعم. فمش معروف كيف بتروح التوجهات، لكن الحجم الشعبي طبعا هذا بينم عن أنه أول شيء في شغل كتير انشغل بالشارع، كلوبيات فلسطينية أو جاليات عربية أو غيره بالولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك بدل عن 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 يعني عن انعكاس لموضوع العولمة والنتيجة الإعلام وغيره والتأثيرات اللي عم بيقوم فيها بالشارع الولايات المتحدة، زائد أنه العزلة اللي عم بتصيب إسرائيل نتيجة ارتكاباتها ونتيجة أنه بالأفق اليوم هذا الاحتلال الوحيد الموجود بالعالم، هذا آخر احتلال، يعني فلسطين دولة محتلة، هذا آخر، ما في غيره يعني بالعالم، مش حدا محتل يعني. فبالفعل في تحولات حصلت، نحن مفروض أنه هذه التحولات نستفيد منها بطريقة معينة، لذلك ممكن الانفتاح على مشروع الحل السياسي من قبل العرب ومن قبل المعنيين بالمنطقة هو اللي بيخلي هذا الموضوع يعني ياخذ ابعاده الحقيقيه، وبيخلي انه ما يعني ما تتهشم صورتنا ك يعني ك كناس مظلومين، وعندنا قضيه هي قضيه استقلال وحريه، وهي اللي العنوان اللي بيحكم كل القضايا القيميه بهذه المنطقه او بالعالم حسب الشرائع والقوانين الانسانيه. وبالتالي بعتقد انه هذا الموضوع بيأثر واثر على الولايات المتحده، لكن اليوم الإدارة الأمريكية مش عم تقدر تلزم إسرائيل بكتير قضايا، يعني أنا بعرف أنه الأولويات اليوم عند الأمريكان أنه ينعمل هدنة للإفراج عن بعض الأسرى خاصة لحاملي الجنسية الأمريكية، الواضح أنه نتنياهو مش رايح بهالاتجاه العهد هلأ، يعني بعد 40 يوم اللي عم بيماطل بموضوع، واليوم أعلنت حماس أنه إسرائيل هي من يعرض الحل يعني بموضوع الرهائن، فمش كتير عم بيكون الموقف الإسرائيلي متجاوب مع الإرادة الأمريكية. هلأ نحن رهاننا على أنه بعدين أنه بمرحلة لاحقة أنه الولايات المتحدة تقدر تمسك يعني القرار الإسرائيلي إلى حد ما لإزالة الاحتلال عن غزة، الاحتلال الحالي، وإعادة اللاجئين حتى ما تتكرس قضية لاجئين تانية مثل ما صارت قبل، والذهاب باتجاه الحل السياسي المنشود اللي هو حل الدولتين وغير المبادرة العربية وهيك، واللي عم بيقولوا لحد هلا الأمريكان أنه هن بيمشوا فيه، فهذا الرهان اليوم حاليا. طيب ركزت حضرتك يعني على التحرك الشعبي، قديش كان يعني الرأي العام في الشوارع، قديش غيروا شوي من يعني الرؤية للحرب على غزة من بداية الحرب وبالأسابيع الأخيرة؟ شوفي نحن أول كم يوم إذا نتذكر كان في محاولة لربط موضوع حماس بموضوع داعش، ونحكى عن أنه بده ينعمل حملة دولية، وصدر بيان مشترك من 5 دول وقتها، صحيح، أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وكان بيان شبيه بالبيانات اللي هي مثل الحملة على داعش، يعني كانت عم تشبهها، وهذا كان علامة على أنه في تحالف دولي جاي على المنطقة بده يستنسخ الشكل والنموذج اللي اتبع باتجاه داعش. لكن لاحقا يعني نتنياهو دغري يعني رفق هذا المشهد بمشهد موازي اللي هو الأطفال اللي هني عم بيخرجوا من تحت الركام، وبالتالي انقلب المشهد بالدول. بالبداية انقلب عند الرأي العام، لاحقا انقلب عند الحكومات، يعني كنا عم نشوف أنه يعني تشيك مفتوح على بياض مثل ما بيقولوا لإسرائيل أن تعمل بديه، شوية بلشوا الأمريكان أنه لا لازم الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقوانين واتفاقية جنيف وغيره، صرنا نسمع كلام تاني خصوصا داخل فرنسا، وزارة الخارجية يعني كان صار في استقالات، نعم. فرنسا إجا حكي عن داعش بتل أبيب، رجع بعدين راح زبط كلامه، وبالتالي تغير المشهد. لا هيدا حقيقة بخلينا نحن نروح على اتجاه أنه لا، الرأي العام العالمي إله قد يكون له الكلمة الفصل في مرحلة لاحقة بجوز، لكن هذا اعتبار لازم دائما ناخده نحن بعين الاعتبار، ولازم دائما أنه رأي المجتمع الدولي والتحركات هذه يكون إلنا شغل فيها ونطورها لحتى تحتضن قضايانا، وما نعطي صورة نحن مخالفة للتوجهات العالمية اللي ترتكز على القيم الأساسية. اليوم اللي تحركوا بكل هذه الجماعات أول يوم تحركوا فيها كانوا يلاحقوا يعني بكندا، بمحلات ببريطانيا، ناس انطردوا من أعمالهم لأنه حطوا علم فلسطين، وفي ناس كتير تعرضوا لأنه ممكن حطوا شيء على الواتساب أو إلى آخره،
يعني حتى بفرنسا بمعقل الحرية بباريس كان صحيح. في قمع للمتظاهرين وتغريم وتجريم. صحيح بالضبط، يعني كان يقال، وهلا بنحكي اذا شيء عن غزة كيف بده يصير، لانه في نموذج خطر يناقش اليوم، هي موضوع التغيير الايديولوجيا او ما يسمى بتغيير الوعي. انه اليوم نتنياهو عم بيفرض شيء على غزة بمرحلة لاحقة، انه نحن هيك عم بيقول، وهذه واحدة من الاستراتيجيات اللي طرحتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية. أنه شيء اسمه تغيير الوعي، يعني التدخل بموضوع الجوامع، التدخل بموضوع المنهج الدراسي، يعني تغيير شكل الناس وإيماناتها وعقائدها لحتى أنه تشكل عنصر أمان لإسرائيل. وهذا الشيء خطر إذا 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 تبناه الغرب وإذا راح باتجاهاته، لأنه هذا الشيء بيخدنا على 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 صراع الحضارات وعلى صراع الأديان وعلى منعود نخلص. يعني اللي بده يحارب العقائد المتطرفة بده يكون هو لا يحمل عقيدة متطرفة. نتنياهو ليس أهل لحتى حكومته كلها، يعني ولا يأتي من خلفية يهودية متطرفة دينية بدها تيجي تعالج هالموضوع. هذا الشيء إذا بده يحصل بده يحصل على إطار دولي عالمي إنساني بأفكار بديلة متطورة ترتكز الى العلم وعلمية تكون، وليس من يعني مصادر متطرفة، ولا بنفوت بصراع اديان وحضارات ما بنعد نخلص. نعم. طيب دكتور، تسمح لنا نتوقف مع اول فاصل، وهذا الكلام اللي عم تتفضل فيه حضرتك يعني كثير مهم التوقف عنده، خصوصا يعني هذا الكلام رجع كرره بالامس نتنياهو، كان عنده مقابله كرره، يعني تحدث يعني ايضا من باب وجوب ان تكون في غزه سلطه مدنيه ووجوب التغيير الثقافي، كثير عم بيركز على هذه النقطه. اذا سمحت لنا مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من السياسة اليوم، أجدد الترحيب بضيفي مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب التقدم الاشتراكي دكتور بهاء بكروم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني قبل الفاصل حضرتك توقفت عند مسألة خطيرة اليوم تروج لها يعني نتنياهو وحزبه الحاكم بمسألة التغيير الإيديولوجي، دخول المنطقة في هذا الصراع تغيير، يعني وتقول أنه رح نكون أمامه ربما سنوات طويلة، عشرات السنوات الطويلة من الصراع، يعني سندخل مجددا بصراع حضرات. رح أحكي أرجع فيه، بس لا يعني إذا سمحت لي نبلش ندخل إلى يعني أفاق الحل السياسي اليوم للحرب في غزة، من باب اليوم الوساطات التي تجرى في ملف ما يعرف بصفقة الأسرى. طيب قديش برأيك اليوم يعني هذا الموضوع سيكون مخرجا للحل؟ حماس موقفها واضح، حتى يعني الإسرائيليين الصحف العبرية تكتب أنه حماس يعني تنتهج نهجا صحيحا بمسار هذا التفاوض، وإسرائيل هي التي تخطئ. هذا الموضوع برأيك رح نشوف يعني بداية تنفيذ قريبا، خصوصا بظل التباين داخل حكومة العدو الإسرائيلي عليه؟ ما بنعرف، بنعرف انه على طول في وسطات ودائما في كلام بيطلع، دائما اخبار انه اقتربت الصفقة من يعني الانجاز. واضح انه امبارح بلشوا الاسرائيليين يسمحوا لدخول وقود على غزة بمعدل بطيء امبارح. هذا تحول بضغط امريكي اكيد، هذا تحول مهم. وكان هذا شرط واحد من الشروط اللي وضعته حماس، لكن لحد هلا يعني مش واضح هذه، يعني تفاصيل ما بنعرفها، بس بنعرف انه على طول في مساعي، لانه مسؤول المخابرات الامريكيه كان موجود بقطر بشكل دائم وعم بيتابع هذا الملف، وحصل زياره من قبل اسماعيل هنيه الى مصر وعلى هالخلفيه، وكان في مساعي. بس واضح انه نتنياهو اليوم يعني اخذ اخذ تفعيل قانون هانيبال اللي هو بيتيح له التصرف بهذا الموضوع دون اي اعتبارات انسانيه بما يتعلق بموضوع الاسرى، وبالتالي واضح انه هو عم بيعرقل وما منه رايح باتجاه انه وقف اطلاق نار لمده طويله، لانه بيعتبرها بتشكل لحماس فرصه لاعاده التقاط الانفاس وغيره، وهيك عم بيقول. فما بنعرف كيف المسيح، لكن نحن سمعنا من حركه حماس حقيقه حرصهم على ايه، انه يعني حكيوا مع الروس وحكيوا مع الاتراك وحكيوا مع قطر
ومع مصر على انه هن يعني بيعتبروا انه كل المدنيين غير العسكريين الموجودين عندهم هن بمثابه ضيوف، ولكن اطلاق سراحهم بيستوجب شويه تهدئه لحتى يقدروا انه يضبوهم ويلموهم ويطلعوهم، وهذا شيء حقيقه يعني معهم حق فيه يعني. فاسرائيل مش عم تروح باتجاه تهدئه مؤقته او هدن انسانيه او وقف اطلاق نار يعني يتيح تنفيذ هذا الموضوع. كانوا عم بيقولوا حركه حماس انه حاطين هن معادله انه اذا يعني بت 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 يعني بتساوي بين المده الزمنيه، يعني كل ما كانت مده الوقف اطلاق النار اكثر كل ما افرجوا عن عدد اكبر من الاسرى. فبس واضح انه لحد هلا بحسب كل المعطيات اسرائيل هي التي تعرقل عمليه اطلاق سراح الاسرى. طيب دكتور، يعني عندما تكتب الصحف العبريه ان اليوم رفض نتنياهو لي ما يحكى عن صفقة جزئية، يعني بدهم يبلشوا بأجزاء يبلشوا يتبادلوا، وأنها تنطوي على حسابات سياسية داخلية، ويعني تحديدا لوزرائه لحزب اليمين، يعني اليمين المتطرف. أدي اليوم يعني خفت برأيك حساسية إسرائيل تجاه الأسرى أو هيد؟ يعني كنا نشوف كانوا يعملوا عملية تبادل طويلة عريضة، نتذكر كلنا الأسير جلعاد شليط وقديش كان يعني حتى القيادي يحيى السنوار من داخل السجن كان عم بفوض عليه لجلعاد شليط. اليوم خفت لدى إسرائيل حساسية الأسرى والقتلى والتبادل بهيدا الموضوع؟ هل صارت الحسابات تحديدا حسابات نتنياهو الشخصية يعني تعلو على مصلحة الكيان الإسرائيلي؟ هني تقديري أنا هني يعني الضربة اللي تلقوها ب 7 أكتوبر 1200 يعني 1200 قتيل، نعم، بيناتهم كتير عسكريين، فجعلتهم يشوفوا هذا الرقم الباقي عند حماس أنه رقم تقريبا يعني بالنسبة لأنه مش هيشكل هالأهمية كبيرة طالما الضربة أكلوها من البداية. وفعلوا قانون هانيبال اللي هو يعني اللي بيسمح للجيش الإسرائيلي بالتصرف. وإسرائيل سبق وأن قامت بكتير عمليات كان فيها يعني روحت مدنيين لحل مشكلة رهائن وغيره، يعني سبق عندها سوابق بهالإطار هذا. ما بعرف أنا قديش هلأ ممكن أنه يصبروا على هالموضوع، لكن بعرف أنه الشارع الإسرائيلي متحرك على هالخلفية وتحت هالعنوان. صحيح. وإسرائيل يعني عطول في مظاهرات على هالخلفية، زائد أنه حركة حماس تدعو الإسرائيليين للضغط على حكومتهم لموضوع الصفقة بموضوع الرهائن. شو بيصير فيه ما بنعرف، يعني ما بنعرف، بس نعرف أنه أول شيء لازم يصير في وقف إطلاق نار، ثاني شيء موضوع حل الرهائن لازم يصير، زائد أنه موضوع الأسرى بالسجون الإسرائيلية هذه مسألة ما لازم بقى تستمر. هذه بتشكل حقيقة ما في بيت بفلسطين إلا ما في عنده أسير، ما في عنده شهيد، ما في عنده. زائد إذا بتعرفي شغلي أنا ماشي من زمان عرفتها، أنه إسرائيل لا تفرج عن الأسرى المتوفين، عن جثث الأسرى المتوفين إلا ما بعد ينجزوا مهلة المحكومية تبعهم. هذه ما حصلت بالتاريخ أن إسرائيل بتصادر جثث. يعني في عدد من الجثث اليوم موجودة عند إسرائيل ما بتسلمها، نعم، لأنه ما كملوا محكوميتهم. يعني بس كمل محكوميته بسلموك الجثة. هذا شيء، هذا عقل غريب عجيب، يعني منه ما بعرف كيف بده ينوصف، بس ولكن هذا الشيء موجود. وهذه دولة عندها علاقات دبلوماسية مع دول، كيف ما بيحاكموها على هالموضوع؟ كيف ما بيحاسبوها على خرقة لكل المواثيق والمعاهدات الإنسانية والدولية؟ شغلة غريبة. حتى يعني بالأمس دكتور كان يتحدث مدير مستشفى الشفاء أنه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني أخذت أكثر من 80 جثة من باحات مستشفى الشفاء، حملتهم بشاحنات وذهبوا بهم. يعني كمان الفلسطينيين اليوم لا يعرفون لماذا تأسر إسرائيل جثث الشهداء. يعني كمان مسألة ما في إجابة عنا، نحن ما بنعرف هن يعني بكل هذه الأفكار المتطرفة يعني شو بيكون عندهم هدف من هذا الموضوع. صحيح. طيب بإطار أيضا الحل السياسي،
يعني هناك حديث عن ما بعد الحرب على غزة، لماذا هذا الحديث على ما بعد الحرب على غزة، ولماذا اليوم يعني يقوم نتنياهو والأمريكيين ب يعني طرح سيناريوهات وكأنه خلص يعني صار أمر محتم أنه سقوط غزة وسقوط حماس؟ ليش؟ لتعزيز الانقسام أكثر، تحديدا لما بيتم الحديث عن إذا كانت السلطة الفلسطينية هي التي ستستلم أم أنه رح يكون في قوات متعددة الجنسيات. شو عم بيكون محاولات عم بيقوموا فيها الإسرائيليون والأمريكيين على المستوى السياسي برأيك؟ هلا واضح أنه إسرائيل عم بتروح على شكل جديد لغزة تحت عنوان عدم تشكيل تهديد أمني لمواطنينها، تريد إعادة تشكيله أو إعادة تشكيل كافة القطاع شمال وجنوب. ما يقال اليوم أنه رايحة باتجاه تشكيل حزام أمني أو يعني منطقة عازلة إذا صح التعبير. عم بيقولوا الأمريكان أنه هي يعني ستقوم بجرف مناطق واسعة سكنية لكي توسع الحزام الأمني أو العازل اللي بيبعد يعني السكان الفلسطينيين عن المستوطنات الإسرائيلية. هلأ وهذا واحد من الأشكال اللي ربما مطروح كمان عملية ترانسفير كتير كبيرة، يعني السكان غزة ما يعودوا مثل ما لازم، مشان هيك هلأ في ضغط أكبر على إعادة النازحين اللي راحوا على جنوب إعادتهم إلى الشمال وليس أخذهم باتجاه مصر وغيره، لأنه اليوم عم تقترب الحرب من الجنوب، والجنوب اليوم بيشهد يعني في أكثر تقريبا حوالي مليون نازح من الشمال على الجنوب. صحيح. وهي بالأساس غزة كانت يعني من أكبر المناطق اللي فيها كثافة سكانية، غزة فيها 2,300,000 تقريبا بمساحة 365 كيلومتر بكثافة 4,000 بالكيلومتر الواحد. صحيح. فهلأ أنت بدك تشوفي يعني حيصير عندك دوبل، حيصير 8,000 بالكيلومتر الواحد. فإذا جرت معارك في ظل هذه الكثافة السكانية بمنطقة الجنوب، معناته في نحن أمام مجازر بعد حتحصل كتير كبيرة. هلأ عم بيفتحوا محلات لحتى يروح إلها سكان داخل غزة، ولكن ما بنعرف نحن شو ممكن ينعمل، وفي نقاش حول نصب خيام وغيره. فواضح أنه إسرائيل تبحث عن شكل لغزة مختلف عما هو قائم حاليا. إضافة إلى ذلك عندها تحت ذريعة المخاوف الأمنية تريد أن تفرض سلطة أو شيء بغزة لا يشبه ما كان قائما، يعني مش أكيد مش حماس هيك عم بيطرحهني، وعم بيقولوا نحن ما عندنا ثقة بالسلطة الفلسطينية. هلأ عم بيقولوا هن بدهم بشكل مباشر ياخذوا البعد الأمني، لكن بالتوازي ما بدهم يتحملوا مسؤولية حياتية وشأن 1.5 مليون فلسطيني بقطاع غزة، يعني بدهم يستولوا على الموضوع الأمني ويحكموه دون أنه كسلطة احتلال يكونوا مسؤولين عن حياة حوالي 1.5 مليون فلسطيني موجودين بغزة. فهذا استحقاق كتير كبير. هلأ الأمريكان عم بيقولوا لا، ما حدا يعني بيحكم إلا الفلسطينيين. منشوف كيف عم بيحكوا عن إعادة تأهيل السلطة، عم بيحكوا عن طبقة تكنوقراط، عم بيحكوا عن إشياء كتير. الأوروبيين عم بيحكوا عن قوات دولية، لكن واضح أنه إسرائيل بكل مسارة سياسي ما قبلت ولا مرة أنه يجي يحضر قوات دولية على أراضيها، وهذا كان مطلب. يعني بتذكر أبو عمار كان يطلب دائما حماية دولية وإنزال قوات دولية على الضفة الغربية على القدس وكذا، لكن إسرائيل ما كانت أبدا تقبل، وبالتالي بعتقد أنها لا تقبل بقوات دولية على حدودها، يفضل اشتباك مع سوريا مع لبنان مع مصر مع غيره، لكن في داخل إسرائيل أو في داخل فلسطين المحتلة إسرائيل لا تقبل بقوات أممية قد يعني تراقب أعمالها العدوانية وغيره. فواضح أنه هذا محط نقاش كتير كبير. طيب الحديث اللي حضرتك تفضلت فيه أنه هناك حديث أيضا عن تغيير القيادة داخل السلطة، وفي حديث أنه إبقاء على الرئيس الحالي محمود عباس ولكن بشكل فخري. نتنياهو يتحدث عن حكومة مدنية، هل يعني هيدا برأيك يخفي
مخططات ومؤامرات لتغيير هوية المدن الفلسطينية اليوم، اللي يعني خارج إطار وجود مباشر وفعلي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بعدها لتعميم هذه الصورة على كافة الأراضي المحتلة بما فيها الضفة، أراضي 48. شوف، إسرائيل عندها عقدة الشعب الفلسطيني، هي لا تعترف بشعب فلسطيني بده دولة، تعترف بفئات اجتماعية وسكان محليين بأنه كانوا طارحين هني أنه بيعملوا إدارة ذاتية، وهذا الشيء حكيوه مع الرئيس المصري أنور السادات اللي عمل معهم كامب ديفيد، ومع بكل المفاوضات ما حكيوا عن دولة إلا مرة واحدة بأوسلو، وعملوها وانقلبوا عليها، مش أنه عملوها وعطوها. فواضح أنه الإسرائيليين وقالوا عنها لا تساوي الحبر الذي كتب بها، يعني صحيح ضحكوا فيها على العالم. فواضح أنه مش رايحين باتجاه يعني الحل السياسي الشامل. هلأ سلطة ولا غير سلطة ولا إدارة، هيدا السؤال. هلأ السلطة الفلسطينية نشأت بعد عملية أوسلو بإطار أن هي بدها تحضر الأرضية لمرحلة ما بانتقالية يعني توصل في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية. هلأ ما حصل في دولة وما قدروا يرجعوا لورا. السلطة اليوم مشكلتها بالاحتلال، السلطة الفلسطينية مشكلتها اليوم بالاحتلال، بوجود الاحتلال. هلا كانوا بدهم يعملوا انتخابات تشريعيه تحت ضغط اوروبيين من 3-4 سنوات، وحصل توافق، لكن اسرائيل منعت قيام الانتخابات بالقدس فتاجلت عمليه الانتخابات. واضح انه هناك من يقول انه هذه السلطه تفتقد الى الشرعيه الكافيه لتولي زمام الامور. نعم. اضافه الى ذلك السلطه اليوم، خلينا نعرف بغزة السلطة موجودة كإدارة، السلطة تنفق حوالي 60% من موازنتها الشهرية بغزة، فالإدارات التعليمية الصحية كتير أمور مرتبطة، حتى معبر رفح دكتور كمان هو يعني السلطة الفلسطينية كانت تديرهم، كانت سابقا مع مصر، هي التي كانت تديرهم مع مصر مع مراقبين دوليين، ولكن هلا إدارة حركة حماس هي اللي مسيطرة على المعبر حاليا. بس ولكن عم نحكي انه هناك يعني كلام مصري انه هذا انه اجراءات فتح المعبر او عدمه، ويعني وكيفية تمرير اي بضائع يعني قبل الحرب، هي كانت بقرار من السلطة الفلسطينية، يعني سلطة رام الله كان متفاهم عليه مع السلطة. صحيح. فبالتالي اليوم السلطة يعني في عندها شغل كتير بدها تعمله هي لحتى تصير قادرة تعمل هالشيء. هلأ عم بيطرحوا الفلسطينيين، منظمة التحرير والسلطة وكل الفصائل، أنه الحل هو حل متكامل، أي حل لغزة لا يجب أن يكون مجتزأ عن الضفة، وأي حل للضفة لا يكون إلا ويشمل غزة، يعني نفس من يحكم غزة يجب أن يحكم الضفة، هذا الإطار العام. والإطار العام أنه يكون هذا الذي يحكم في ضفة وغزة هو الشعب الفلسطيني، هو هيئات تمثيلية عن الشعب الفلسطيني. هلا في مشكلة، يعني في مشكلة أنه حماس والجهاد هم خارج منظمة التحرير، وكان في مفاوضات سابقا لدخولهم على منظمة التحرير، تعثرت هذه المفاوضات لأنه كان في انقسام كتير كبير، فكان شرط منظمة التحرير وفتح أنه إنهاء الانقسام وثم الانضمام إلى منظمة التحرير. كانوا عم بيقولوا حركة حماس أنه لا، منفوت على منظمة التحرير وهنيك ننهي الانقسام. هذا النقاش طبعا حصل، وهلا نحن تجاوزنا. شفنا يعني مصر حاولت بالمؤتمر الأخير منذ أشهر، يعني حجم المداخلات بالشارع الفلسطيني بيشبه تقريبا الشارع اللبناني. صحيح. في مداخلات إقليمية، في 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 قوى عندها يعني أبعاد، وعندها يعني لا تتوقف على الموضوع البعد الفلسطيني، يعني في تشابك كتير كبير في وضع معقد سياسيا وتاريخيا، تكرس هذا الابتعاد بين الفصائل والأطر. حتى أيام أبو عمار كان في كتير انقسامات بالشارع الفلسطيني، وفي كان صحيح اشتباكات دموية يعني كتير كبيرة بتصير. صحيح. فنحن شفنا عم نشهد يعني الشعب الفلسطيني مشكلته أنه انشغل فيه بكتير أمور، يعني عندما كان خارج فلسطين وكان يخوض حرب من الدول الطوق، يعني من الأردن، من لبنان، كان 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 قراره مش دائما يكون له، يعني كانت الأنظمة العربية تتدخل في ليبيا، العراق، سوريا، مصر، يعني كان في مداخلات. نعم.
وكان في فترة كان بحاجة إلى هالوصاية العربية صح التعبير، عندما كانوا العرب متوافقين مع بعضهم، بس وقت صار في انقسام بالشارع العربي أو بين الأنظمة العربية انعكس على الشارع الفلسطيني، وصار في كل دولة إلى تنظيم بالشارع الفلسطيني. فعندما انتقل إلى الداخل جرب يعمل شرعية إلى آخره. أيضا إسرائيل بطريقة منهجية ضربت أبو عمار ومشروعه، قتلته لأبو عمار إسرائيل حتى مات، حتى تهرب من حل الدولتين وحتى تهرب من الحل السياسي أبو عمار اللي أبرم تسوية مع إسحاق رابين. وبالتالي هذه مشكلة الفلسطينيين اليوم، سياسة إبقاء الانقسام بالشارع الفلسطيني هي سياسة تجمع عليها إسرائيل وكثير أطراف إقليمية أو حتى عربية صح التعبير. فلذلك الشعب الفلسطيني اليوم صعب أنه صار يطلع إلا بمساعدة وإلا بإطار سياسي عام واضح، مشروع فلسطيني واضح لحتى لقيام يكون نهايته إقامة دولة فلسطينية، لحتى يلتئم كل الشعب مع بعضه لحتى يروحوا يعملوا هذا الموضوع. وبالتالي الحل في غزة لا يجب أن يكون يعني منفصلاً عن كل الحل بالشارع الفلسطيني. اليوم مشاكل بالضفة الغربية ما بدي أقول أكثر، بس بدي أقول لا تقل شأناً عما يحصل في غزة. يعني صار في عندك 400-500 قتيل أو شهيد فلسطيني اليوم بالضفة الغربية نتيجة اعتداءات، عم بيعملوا غارات جوية امبارح بجنين وبغيرها حد نابلس، عاملين غارات جوية بالطيران على 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 مقرات لفتح ولغيرها بالضفة الغربية. فما يحصل بالضفة الغربية لا يقل شأنا. وقبل طوفان الأقصى حوارة تعرضت لحرق وتهجير طبعا، كان جنين دكتور كمان يعني أكثر من محاولة لدخول جنين من قبل، ما هو هيدا ما هي شو صار، ما هي يعني مشروع التهجير مشروع منظم بعقلهم. يعني لو هجروا 10 لو هجروا 5 مش ضروري كانوا يقتلوا بالضفة الغربية، سلحوا المستوطنين فلتوهم على وبالضفة في تداخل، يعني بالضفة إذا بدك تروح من قرية لقرية فلسطينية ممكن تمرق على مستوطنة إسرائيلية أو على حاجز مستوطنين أو حاجز شرطة إسرائيلي، في تداخل كتير كبير بين الناس وفي أراضي زراعية متداخلة، في مشكلة كبيرة بالضفة الغربية. مشان هيك الحل بده يكون كتير صعب وكتير دقيق وبده يكون في قرار. وأنا بدي أشير لمسألة بال2005 يعني حول موضوع أنه إذا بيصبط حل الدولتين ولا ما بيمشي. حل الدولتين بده أول شيء قرار سياسي كتير كبير، بده قرار وبده أداة تنفيذية قوية وبده رعاية دولية تنفذه وتلزم إسرائيل بتنفيذه، هذا واحد. اثنين، الإسرائيلي اليوم وسع مستوطناته بالضفة الغربية، وربما هون إشارة إلى أنه ممكن الخطأ الوحيد اللي وقعت فيه السلطة الفلسطينية أو الإدارة الفلسطينية على أيام أبو عمار بأوسلو أن أقرت مبدأ تبادل الأراضي، انه وهذا مبدا يعني اسرائيل استطاعت جر الفلسطينيين له، انه بيعطوا شوي بعض المستوطنات بداخل الضفه الغربيه مقابل انه كمان الفلسطينيين يكون عندهم يبقي على بعض السكان بابو ديس وغيره ببعض المحلات. فعندما اقر هذا المبدا اصبح انفتح الباب امام اسرائيل لتوسيع مستوطناتها بعد ما ضربت اوسلو. فصار هذا الموضوع اليوم بيعيش تقريبا حوالي 800 الف مستوطن بمناطق الضفة الغربية. بس بدي أشير لموضوع بغزة، عندما انسحب 2005 شارون من غزة، شارون قائد حربي وعسكري بيعرف بعد اتفاق غزة أريحة بعد حتى كان في معركة بغزة بوقتها وصار في مفاوضات، صار في اتفاق ما يعرف بغزة أريحة ما هيك دكتور انسحب. أوكي. انسحب من غزة رجع كان في حوالي بعد 8 مستوطنات بغزة، مساحتهم 35% من قطاع غزة سحبتهم إسرائيل. نعم. بإطار عندما استدعى الأمر إسرائيل سحبت مستوطنات من غزة وخرجت، وبالتالي مبدأ أن تقبل إسرائيل بسحب مستوطنات أو وارد منه بعيد، لأنه إسرائيل شارون نفذ هذا الموضوع ب ب ب يعني حدا يعني حدا تقول يمكن ان يعني ممكن تذهب حكومه العدو الاسرائيلي الى القبول بحل الدولتين؟ اكيد مش هذه الحكومه، انا اتفق عليها مش هذه الحكومه. حكومه ثانيه بتجي في بيكون للولايات المتحده وصايه اقوى عليها او علاقات، لانه حتى العلاقات الشخصيه بين نتنياهو وبايدن منا منيحه اليوم. صحيح. فحكومه عندها اراده ويعني تقدر، خاصة أنه لكن الولايات المتحدة اليوم أهميتها أنه إجت نجدت إسرائيل، وبالتالي مثل البي اللي بيجي بيشيل ابنه من المشكل بهالجو اليوم الولايات المتحدة عندها مكانة بالنسبة لإسرائيل. إضافة لذلك بيعزز وضعية الولايات المتحدة أنه الناس بإسرائيل ليس لديهم ثقة
بالقيادة السياسية الحالية. نعم. اللي هي تركت الأمور توصل لمشكلة 7 أكتوبر. وبالتالي هذه نافذة وممكن تكون معطى إيجابي لنا لحتى نمارس ضغوط على الولايات المتحدة تترجم نفسها على إسرائيل وتلزمها بكثير من الأمور. أنا بدي أقول أنه إيه الحل الدولتين لازال ممكن في ظل طبعا قرار كتير كبير وفي ظل رعاية دولية كتير كبيرة وفي ظل أنه إسرائيل تدرك مأزقها. لكن كمان إسرائيل عندها مشكلة هي أنه لحد اليوم إسرائيل ليس لديها أفكار حقيقية للسلام. يعني إجت يعني الأفكار اللي شوفي أنور السادات هو اللي عمل العبور وكسر خط بارليف وهو رجع راح على القدس وعمل سلام. أحيانا الصقور والقيادات العسكرية القوية واللي بيعملوا بيحققوا إنجازات كتير كبيرة ممكن هن يعملوا سلام. اليوم حماس عم تحكي عن إطار حل سياسي يهدف إلى الدولة الفلسطينية وهذا تطور كتير كبير ومهم. فبعتقد أنا لازم يصير يتشكل وعي بإسرائيل بالداخل الإسرائيلي لأنه هذا يعني هذا مسار الحرب والمشاكل والانتقال من معركة إلى معركة مع الإنسان الفلسطيني لن يوصل إلى نتيجة. مش حيوصل لنتيجة إذا بدهم هذا الخط اللي بيجي من الهند يوصل على المرفأ اللي عندهم بدهم يعملوا استقرار مش هيك مش صحيح. الدول اللي أطلع. إلى حيفا ومنها صحيح ما بدهم يعملوا بالضبط وبدهم يطلعوا غاز على أوروبا وإلى آخره كل هالمشاكل خاصة اليوم مهددين أي سفينة يعني إسرائيلية تمر بالبحر الأحمر شيء. يعني اليوم عم بيجيبوا القرار عم بيجيبوا النفط وطاقة من أذربيجان صحيح فهلا ما عندهم شيء فلذلك بدهم استقرار. إذا بيطلع وعي معين بإسرائيل بيهدف إلى تأمين استقرار ما ممكن أنه كل هالأمور تصير وهي تحصل بدأ أذهب يعني إسرائيل مش إلى حل الدولتين إسرائيل مش لعندها بدين وضع مسار لسه مش عم نقول بكرة بس نعم بدين وضع مسار للسلام. ولكن حضرتك يعني دكتور عم تستبعد مع هذه الحكومة أكيد أنه يتم هذا الموضوع لكن يعني بعض المتابعين رأوا يعني بظل الستاتيكو بالميداني اليوم العسكري والمواجهة للمقاومة الفلسطينية أنه يبدو أن إعادة الكلام وإحياء مسألة حل الدولتين كحل سياسي شامل للصراع داخل فلسطين المحتلة هو مثل يعني إجاهن فرج من عند الله للأمريكيين والإسرائيليين أنه لأنه بعد سنوات من طمسه من 93 ويعني هذا الاتفاق يعني نقد اتفاق أوسلو من 2002 المبادرة العربية طلبت وعم نشوف إسرائيل يعني تضرب بعرض الحائط هيدا أنه شو حل الدولتين برأيك بآخر المطاف لم يعني ما حيكون في خيار أمام حكومة العدو الإسرائيلي إلا الذهاب مرغمة إلى القبول بحل الدولتين وإلا سيفتح المسار شو باتجاه التحرير الكامل لفلسطين؟ لا ما هي تقلك يعني الحكومة الإسرائيلية أول شيء قللت من شأن العنصر الفلسطيني بالصراع اعتبرت التحدي الوجودي هو من إيران مش من الفلسطينيين. ثانيا تجاهلت الفلسطيني وراحت تعمل تطبيع مع الدول العربية. طيب ما هيدا انضربت اليوم وهيدا انضربت يعني صرنا اليوم في أفق مسدود أمام الاستراتيجيات والمشاريع الإسرائيلية عم تصطدم بأفق مسدود. زائد إضافة إلى ذلك عملت توازن ردع مش هيك مع محيطها مش مبين أنه نافع عملت قواعد اشتباك ما مبين أنه في جدوى منها واضح أنه تعرضت لخضة بكيانه. وهون إذا بدك ترجع للموضوع الأيديولوجي مشكلته نتنياهو اليوم أنه هو حس بأنه صار عنده مشكلة أيديولوجية صار عنده مشكلة فكرية صار عنده مشكلة بتتعلق بهوية إسرائيل بقناعات اليهودية بالصهيونية بشكل عام مشروعها أفقها تاريخها إلى آخره. اليوم وقت واحد مثل أنت عندك وزير بالحكومة الإسرائيلية وزير التراث الإسرائيلي بيهدد بضرب السلاح الذري في مأزق هذه عصابة هذه بطلت يعني الحاكم اليوم هذه الحكومة عصابة مشاكلها الداخلية بتأدي إلى قناعة وهن بيعرفها نتنياهو عندما يوقف الحرب كلهم عم بيحكوا بانتخابات بظل 90 يوم إعادة انتخابات وكل استطلاعات الرأي عم تعطي المعارضة يعني أرجحية كتير كبيرة وبعيدة عن نتنياهو. إضافة لذلك في مشكلة بحزب الليكود اللي عم يفكر اليوم بأنه استدامة هذا التكتل أو هالحزب يستدعي إزاحة نتنياهو من القيادة وعم بيفكروا بكتير قيادات وعم بيطرحوا أسماء وبالتالي هناك في مشاكل كتير داخلية. لذلك اليوم طبعا عندما تفل هذه الحكومة تيجي حكومة تانية أكيد بدها تفتح مسار معين أكيد خاصة تحت الضغط الدولي إضافة لذلك تحت ضغط فشل عمليتها بغزة وهذا الأهم صحيح. فشلوا لأنه أنا بدي أقول لك حتى لو ضربوا البنية التحتية لحركة حماس حتى لو استولوا على كل غزة آخر شيء شو بدنا يعمل
ما حركه حماس هي شكل من اشكال النضال الفلسطيني، وحده من اطيافه اذا صح التعبير. كانوا يخونوه لابو عمار، كانوا وضعوا ابو عمار تحت خانه الارهاب، يقولوا عنه صحيح. ارهابي، فطلعوا لنا ابو عمار واجى راح على فلسطين. اليوم ما في حماس، في غيره، في مقاومه فلسطينيه تحت اي مسمى، تحت اي شكل، تحت اي عنوان، في مقاومه فلسطينيه رح يواجهها بعد 10 سنين، بعد 15 سنه. ففي افق مسدود اذا بيفهموا الاسرائيليين بيروحوا على حل سياسي. طيب دكتور، اسمح لنا نتوقف مع اخر فاصل اذا سمحت. طبعا. مشاهدينا طبعا. فاصل قصير ونعود مجددا. نبرح فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الاخير من السياسه اليوم، واجدد الترحيب بحضرتك دكتور بهاء بوكروم، مسؤول ملف الفلسطيني في الحزب التقدمي الاشتراكي. دكتور، قبل الفاصل كنا يعني عم نحكي عن المخارج السياسيه وعن مساله حل الدولتين. حضرتك يعني تقول بناء على ما يجري حتى اليوم بعد 43 يوم بظل كل هذه المعطيات في الميدان، المنطق يقول أنه قبول العدو الإسرائيلي بمسألة حل الدولتين، الذي يعني اليوم يبدو الرأي العام العالمي، المجتمع الدولي، يعتبره حلا عادلا تجاه القضية الفلسطينية. ولكن يبقى السؤال، يعني حتى الساعة بعد ما شفنا فصائل المقاومة الفلسطينية، هذا بغض النظر يعني عن رأي السلطة، رأي بهذا الموضوع، اليوم المقاومة لا ترى سوى هذه المعركة، يعني عم بتعيش مثل ما عم بنقول يوم بيوم بظل انعدام الأفق لأي حل. طيب بالأمس نتنياهو برأيك عندما يشبه الحرب في غزة يقول أنها تشبه حرب الحلفاء على ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، شو عم بيحاول يعمل؟ لماذا ألمانيا؟ أنه ألمانيا النازية واليابان يعني، وكأنه يبرر إلقاء الولايات المتحدة للقنبلة الذرية بهيروشيما. لا، هو عم بيحاول يعمل، عم بيجرب يعطي الموضوع بعد دولي، يعني عم بيجرب يقول انه هو يقوم بحرب وكالة عن كل المجتمع الدولي. يعني عم هو المجتمع الدولي عمل حملة على الإرهاب من 60 دولة، يمكن نعم. عمل تحالف. هو عم بيقول انا اليوم عم بحارب عن 60 دولة معنية بمحاربة الإرهاب، وما أحاربه هو إرهاب وليس أكثر. يعني هيك عم يجرب يقول. أنا قلت لك من الأساس بدأ نتنياهو بتشبيه حماس بداعش، وبطريقة أو بأخرى بيجي هذا الكلام بهذا السياق، لأنه يعني تحدث أنه تحويل، كيف تحولت هذه البلدان من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وكأنه يقول نحن اليوم يعني نقوم بالتغيير اللي حضرتك كنت عم تتفضل فيه، بالتغيير يعني الثقافي، بالتغيير الحضاري لهذه المنطقة من ديكتاتورية الإرهاب إلى الديمقراطية. هيك يعني بعده عم يطرح مفاهيم، ما بعرف قديش رح تلاقي صدى يعني اليوم بالعالم بعد هذه الهمجية والعدوانية اللي عم نشوفها. دكتور، بدي أسألك عن الموقف العربي، برأيك البيان كان يعني يتناسب مع حجم الحدث؟ وهل برأيك يعني البعض طرح يقول أنه ما حدث بسبعة تشرين، إعادة إحياء القضية الفلسطينية اللي لطالما كان العدو الإسرائيلي يحاول طمسها ويعمم سياسة الانهزام والاستسلام، إعادة إحياء هذه القضية ما يعني تم، ما كان إلى رجع الصدى بالقمة العربية والإسلامية، وأن اليوم العرب برأيك بظل هن كيف عم بيعيدوا ترتيب وضعهم الاقتصادي والسياسي، يعني يرون في القضية الفلسطينية أنها باءت عبئا عليهم؟ لا، بتوافق مع هذا يعني اللي يذهب الى هذا التحليل بعد البيان اللي صدر؟ لا، اذا يعني تنبلش من هذا الفكره. لا بالعكس، القضيه الفلسطينيه مش موضوع عبء، هي استمرار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي صح التعبير حاليا هو الذي يشكل عبء، مش القضيه ذاتها. القضيه صحيح. هي يعني بعتقد اليوم صار في وعي عند كل الحكومات العربيه والدول والشعوب اساسا أنه ليس هناك استقرار في الشرق الأوسط، ليس هناك شرق أوسط حقيقي إلا بعد حل هذه القضية. يعني من هون في فرصة، لأنه استعادت القضية الفلسطينية مركزيتها
ويعني كجوهر للصراع بهذه المنطقة وكأساس لكل شيء يحصل بهذه المنطقة. وبعد طبعا ما صار في يعني صارت عاشت الدول العربية مشاكلها الخاصة وصار في انكفاء عن الوضع الفلسطيني، سوريا صارت فيها مشاكل، العراق تعرض لمشاكل، الخليج انكفأ لمجلس التعاون الخليجي لحتى يشوف أولوياته وما عاد يقدر يعني ضل على طول يكون مرتبط بالموضوع، مصر صار عندها مشاكل داخلية، ليبيا إلى آخره، كل هذه اللي كانت الدول اللي كانت تشكل حاضنة للموضوع الفلسطيني بالسبعينات وبداية الثمانينات اليوم عم نشوفها عندها مشاكل داخلية كتير كبيرة. بس هذا اليوم لا شكل إعادة اعتبار أنه لا ما فينا نحن نعمل شرق أوسط، ما فينا نعمل نمو، ما فينا نعمل تنمية، ما فينا نعمل تطبيع إلا بحل هذا إلا بحل هذا الموضوع. هذا بيخدنا على أيضا كلام نتنياهو اللي حكي فيه عن موضوع شرق أوسط جديد بده يصير بده يحصل. كمان هذا ما بيقدر نتنياهو بعتقد أنه له ولغيره بيقدر يعمل شرق أوسط مثل ما هني بدون إلا مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، إلا بحل المشكلة الفلسطينية. اليوم في استعصاء فلسطيني استمر لمدة 75 عام بهذه المرحلة، وسم القرن الماضي من منتصفه تقريبا أو حتى من بدايته من 1917 فلليوم لا يمكن إقامة استقرار بشكل عام إلا ما أن هذه المشكلة تنحل. يعني الشعب الفلسطيني اليوم عندك تقريبا شيء 7 ملايين داخل يعني فلسطين التاريخية، وعندك كمان يعني 6-7 ملايين بالخارج بالشتات ومتوزعين بالخارج. ففي مشكلة كتير كبيرة، يعني في شعب بسموه شعب الخيام، شعب الشتات، يعني في مشكلة كتير كبيرة. طب هذا مش ممكن أنه يعني يصير في أي وضعية سياسية مستقرة بالمنطقة بغض النظر عن حل هذه المشكلة. لذلك اليوم كلمنا نتنياهو حول شرق أوسط جديد دون دولة فلسطينية أو دون وضع مسار سياسي يوصل في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية، لا يمكن أن يكون هناك استقرار لإسرائيل ولا غيرها لكل المنطقة. هذا شيء أساسي. هلا بالنسبة للبيان اللي صدر عن القمة العربية الإسلامية، حقيقة يعني هذه القمة كان فيها تقريبا يعني 57 أو 58 دولة، شكلت محطة كتير مهمة كحضور. يعني هذا العدد من الدول بشكل تقريبا ثلث الأمم المتحدة، فاتفاق على وضع إطار سياسي للحل في المنطقة له اعتبارات طبعا. وهذا هول الدول إذا فكروا بطريقة واحدة، هلا هن حكيوا عن كسر الحصار بعد ما شفنا شيء بالقضايا التنفيذية، طبعا نحن عم نحكي عن الشعار العام اللي هو بعد ما أخذ دوره نحو التنفيذ، ولكن تقديم المساعدات، كسر الحصار، يعني هذه الدول إذا مارس الضغوط على الولايات المتحدة بتقدر تعمل شيء هلأ أو بمرحلة لاحقة. لا، في لوبي كبير تأسس نتيجة التأثيرات. يعني هذه الدول اللي إجت على القمة إجت نتيجة مظاهرات حصلت بشوارعها بباكستان، بكل المناطق، بكل الفلبين، بكل المناطق حصل هناك تظاهرات واحتجاجات على موضوع غزة. فكان هذا بمثابة يعني نقطة تحول بتيجي بتقول أنه هذه القضية الفلسطينية اليوم هي نقطة ارتكاز بهذا الصراع اللي عم يدور بالمنطقة، وهي نقطة أساسية للانطلاق نحو أي استقرار بيحصل. ونحن عم نشوف بهذه المنطقة في مشاريع تنمية كتير كبيرة في 2030 و2050 و2040 إلى آخره. يعني في أفكار تنموية، في مشاكل في بمصر عندها مشكلة اقتصادية بتطلع منها ما بتطلع إلا باستقرار محيطها، في مشاكل كلها حلها ممكن أن يكون موجود في حال وضعت إطار أو نوضع إطار سياسي لحل الصراع الفلسطيني. يعني برأيك اليوم أكثر وقت من 75 سنة دكتور للدول العربية أنه يكون في مصلحة لحل هذه القضية، يعني بظل اللي حضرتك تفضلت فيه أنه اليوم كل دولة تعيد ترتيب نفسها إن كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الانفتاح، ويجب يعني أنه هذه المنطقة أن يعني يكون في الهدوء اللي بيتوجب. شوف يعني نحن مش من زمان يعني استولى هذا اليمين الديني المتطرف على الحكومة بديسمبر 2022، يعني بعد ما صار له سنة بجوز، بهالسنة دخل على المسجد الأقصى بكتير مناسبات وحرك الوجدان الإسلامي والعربي بكتير مناسبات. هو اعتدى، يعني هو فعل
هذا الشعور وهذا المشاعر عند الجمهور العربي والإسلامي، هو يعني هو صحيح. هو تعلم استفز. نعم بالضبط. ونحن كنا دائما نقول، وكثير دراسات ونقاشات حصلت بوقتها عندما اجى هذا اليمين، كانت ظاهرة بحياة إسرائيل، كانت نقطة تحول بحياة الدولة بعمر الدولة الإسرائيلية. كلنا قلنا انه هذا الصراع، هذه الحكومة ستتسبب بإخراج هذا الصراع عن طوره وعن حدوده الجغرافية المتعلقة فقط بفلسطين المحتلة. هذا صراع مع العالم، مع العالم العربي، مع العالم صحيح. الإسلامي. هذا التحدي يشكل تحدي إلى كل العالم العربي، وبالتالي كلنا كنا نقول ذلك. حصل ما حصل اليوم، وصلنا لهذه النتيجة ذاتها. فلذلك الموضوع الفلسطيني لا يقتصر أو لا تقتصر المسؤولية فيه على الشعب الفلسطيني فقط، هو مشروع يطال كل العالم العربي. يعني وقت نحكى عن خرائط، يعني هذا وزير الماليه سموتريتش حط خريطه ورا ظهره، اخذ الاردن طريقه. صحيح. يعني في مشاريع كثير كبيره، هذا عقل كل ما هو منكفئ ما في مشكله معه، بس وقت يجي يستلم دوله مثل دوله اسرائيل بهالعقل بهالامكانيات بالقنبله النوويه، بعدنا عم نحكي يعني في صحيح. وزير هذا لازم يجي رئيس حكومه، مصيبه. الياهو. فعندك مشاكل حقيقيه، يعني هذه هلا انت مش قدام دوله، قدام يعني عصابه بالضبط هيك استولت على الدوله. ففي مصلحه اليوم بانه اعاده الامور الى الى الى, إلى حدود طيب. العاديه. قبل ما يبلش يدهمنا الوقت، بلش العد العكسي، الجبهه الجنوبيه اللبنانيه مع فلسطين المحتله اليوم، يعني القصف مهدم من الصبح، وعم نشوف يعني بالايام الاخيره في رفع لوتيره الاعتداءات الاسرائيليه، المسيرات لا تغادر اجواء الجنوب اللبناني، ولكن يعني ايضا بالمقابل المقاومه اللبنانيه ترد. دكتور، يعني بالأمس كان في يعني عم تستهدف، صرنا عم نشوف عمليات نوعية عم تستهدف 15 نقطة دفعة واحدة، 16 نقطة دفعة واحدة، لوين يمكن أن يعني أي سيناريوهات محتملة على الحدود مع الجنوب برأيك؟ أنا تقديري، نحن اليوم من جهتنا نحن ليس لدينا مصلحة يعني تحويل هذه الآلة العسكرية اللي هي اليوم بمرحلة هيجان وجلبها الى لبنان. ليش لدينا مصلحه؟ لا نحن، ما حدا يعني، حتى حزب الله بعتقد ما له مصلحه. اضافه لذلك اليوم المهم ان يبقى الصراع بغزه، اليوم عنوان الصراع هو غزه، هو صراع فلسطيني اسرائيلي بامتياز حاليا. هذا الصراع انتج تحولات كثير كبيره على مستوى العالم، عمل اليوم اسرائيل معزوله عالميا دوليا، معزوله من الشعوب، معزوله من كثير حكومات. صحيح. والموضوع عم بيتراكم، والمأزق بيطلع، يعني هن بيقولوا لك الوزراء الإسرائيليين أنه صار قدامنا وقت محدود لنعمل إنجاز، وإلا العالم عايم لينا إلى آخره. يعني فعليا في مشاكل كتير كبيرة بيتعرض فيها. طب نحن خلينا نخلي هذه المشكلة عنده، ليش لحتى نحن نخليه يعمل تحويل يروح على منطقة أو على اشتباك تاني يحقق فيه بعض النتائج؟ ليش؟ منا مضطرين. اليوم عنده مشكلة هونيك، المقاومة أداء جيد، في استنزاف للعدو الإسرائيلي، في ضغط، هن عم بيقولوا حماس عم بتقول نحن مرتاحين بالمعركة، ونحن صحيح. أساسا ناطرين يفوت ومحضرين له مفاجآت وغيره. خلينا نشوف. بالتالي ليس لدينا مصلحة من هون من هالجهة لحتى نعمل فيها. هلأ بيبقى هو كيف بده يعمل، شو بده يعتدي. إذا طور اعتداءاته وأدخلنا في حرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المسألة متروكة أمر كتب علينا. بس أنا بتقديري من هالجهة، من جهتنا نحن، في وعي كافي لحتى لعدم الانزلاق إلى هذه الحرب. طيب، بالمسائل الداخلية كنت سألتك بالمقدمة، يعني بظل هذه المرحلة الحساسة والخطيرة، هل برأيك يعني يمكن للبنان الذهاب لإنجاز استحقاقاته الداهمة، واللي على رأسها ملف رئاسة الجمهورية اللي عم تعرق الكل الأمور اليوم بالبلد، ويعني التي تنسحب إلى قيادة الجيش، رئاسة الأركان، وأيضا حكومة جديدة وملفات كبيرة تنتظر وجود رئيس الجمهورية؟ لك بشكل عام، نحن عادة عندما يكون في استحقاقات من هالنوع، يعني لازم شو بيقولوا نتداعى بشكل سريع لحل مشاكلنا الداخلية، وللوقوف جبهة متراصة في مواجهة المخاطر الخارجية. هيدا موضوع يعني بعتقد من المسلمات، وبعتقد حصل بالتاريخ بكثير مراحل، بذكر هيك قارين يعني بالتاريخ أيام كان الشهاب فؤاد الشهاب وغيره، يعني في أحيانا بيتم التداعي إلى 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 لحظة بينعمل فيها حوار سريع، بينعمل فيها إنتاجات. تقديري نحن اليوم بحاجة لهيك شيء، على الأقل يعني نسد الثغرات الدستورية والقانونية اللي عم تمنعنا
نعالج كثير مسائل واستحقاقات اساسيه. بس عم تسمعوا يعني بالايام الاخيره مش واضح انه في هيك وعي، ما هي المشكله انه مش واضح انه في هيك، في لا زالت في كثير حسابات شخصيه وسياسيه تحكم هذا الموضوع. بالوقت اللي نحن بنشوف انه حقيقه لا، لبنان لك بهالمرحله فرجة عن مستوى من الوعي والوحدة اللي ما خلت يصير في انقسام على خلفية المشكلة بغزة. نعم. بعتقد لا، في وعي عند كل الأطراف بأنه إسرائيل عدوة. حتى إسرائيل يعني بالتطور على حدود دكتور يعني. صحيح. يعني نوعا ما. ما عم نسمع يعني أصوات شاذة كثير يعني. صحيح. ممكن شوي بس، ولكن لا مش بالأساس لا. صحيح. مش موجود في تكتل، وفي الدولة حطت خطة طوارئ جيدة وإلى آخره تحضيرا لكل ما يمكن أن يحصل، وبالتالي نحن لا إلنا مصلحة نعمل هالشيء. هلأ في استحقاق العلاقة بقيادة الجيش اليوم، يمكن رئاسة الجمهورية شوي ما إلى اعتبارات تانية، بس ولكن المؤسسات الأمنية، نحن الحزب يمكن تقدم بمشروع بالمجلس النيابي لتمديد المهل، وعندنا كثير مبادرات وعندنا تحركات على مستوى السياسي ل يعني التشكيل او يعني التمديد للمؤسسات الامنيه والعسكريه لحتى ما يصير في فراغات بهاللحظه التاريخيه. هلا في حدا مفكرها انه قصه يعني انه كبيره، بس بعتقد انه في شويه جهود ان شاء الله تثمر على اساس انه شوي نحافظ على مؤسساتنا العسكريه خاصه الجيش اللبناني في هذه المرحله الدقيقه. نعم. يعني نحن ما بدنا نسألك كتير، بنعرف بالحزب التقدم الاشتراكي يعني كل حدا عنده اختصاص معين، ولكن يعني المساعي اللي عم تقوم فيها، بالأمس كان في لقاء مع حزب الكتائب، في حركة يقوم بها الحزب التقدم الاشتراكي، ويعني في اليوم مؤشرات أنه في توجه والذهاب للتمديد أو تأجيل التسريح لقائد الجيش دكتور. نحن عم نعمل حركة إيجابية الأجواء. نحن مفترض يعني مفترض، وهذا أمر نبحث بكثير على مستويات كبيرة بين رئيس الحزب وبين وليد بيك مع اللي التقاهم كلهم الأطراف السياسية، والشباب راحوا عند على القوات عند الكتائب في جولات يعني أكيد. ففي جولات كلها بسياق أنه استكمال هذا الموضوع، يعني نحن معنيين ببعض المحلات بس معنيين أيضا بكل الجو العسكري والأمني، بكل القيادة العسكرية للجيش اللبناني أن تكون موجودة بهالمرحلة، إن كان عبر التمديد أو عبر شيء توافقي بيتم التوافق عليه لحتى ما نروح على انقسام سياسي جديد. هذا المهم. نعم. دكتور بهاء بوكروم، مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب التقدم الاشتراكي، نحن للأسف خلص وقتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. وأنا بشكرك وبشكر الأنبيان. أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من السياسة اليوم، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.